السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام في كل مكان. تم افتتاح أبواب التسجيل في الجامعات البيلاروسية وخاصة الجامعات الطبية وخاصة جامعة فيتبسك الطبية الحكومية لعام 2020-2021. في التخصصات الطبية التالية: الطب العام وطب الأسنان والصيدلة باللغتين الروسية والإنجليزية. كل من يرغب الدراسة في بيلاروسيا، كل ما هو عليك أن تتواصل معي على الرقم الظاهر عندك على هذه الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.